بالنسبة للخامات ولا بالنسبة للأقطاب؟ يعني بالنسبة لإيه بالظبط أنت عاوز يعني؟ طيب إحنا بالنسبة للخامات بتاعتنا بتبقى قطن 90% وال 10% بتبقى اللكرة بتاعتها بالنسبة للبنطلون الجينز. أما لأن مفيش طبعا 100% بالنسبة للبنطلون الجينز لأن بيبقى فيها لكرة، نسبة لكرة لازم تكون فيها من 5% أو 10%، واحنا بنفضل ان هي تكون 10% بتبقى افضل يعني. اما البادي او التيشيرت بيبقى برضو نسبه القطن بتاعتها 95%، ده اوريدي يعني معروف، وفي نفس الوقت اللاكرا اللي فيها بتبقى 5%. بس دي الخامات اللي احنا بنشتغل فيها يعني عامه. بالنسبه للصبغة طبعا اللي احنا بنصبغ بيها طبعا تقريبا بتبقى 85% حاجات طبيعية يعني خامات طبيعية، والباقي بيبقى حاجات كيميائية. بالنسبة للأقطان اللي احنا بنخيط بيها برضو بتبقى حاجات يعني داخلها قطن أكتر ما هي فيها بوليستر. طبعا الاكسسواري والحاجات اللي هي بتاعتها بتبقى طبعا بنختارها من خامات عالية جدا عشان تستحمل الغسيل وتستحمل المساحيق اللي احنا بنغسل بيها المنتج بتاعنا. طبعا التشطيب بتاع الفونيش طبعا يعني الحمد لله حضركم شايفين، ما اعرفش بقى مش انا اللي احكم، حضركم اللي تحكموا. اسم البراند تبعك عندي استاذ عبدو؟ اتنين ماركتين، ماركة بناتي اسمها مرمر، وماركة أولاد اسمها مستر كيلوبر، الاتنين مسجلين، احنا مسجلينهم الحمد لله رب العالمين. ادي الماركة اهي، دي مستر كيلوبر بتاعت الأولاد اهي، وماركة مرمر دي بالنسبة للبناتي، دي برضو